نأسف لما وصلت له الحال في وزارة التربية والتعليم من تكرار أخطاء ليست بأخطاء عادية، بينما هي أخطاء خطيرة تهدم قيم جيل وتهدم مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. ولا يمكن بأن يصدق بيان التربية والتعليم بأن ما حصل أمر خاطئ، بأن تم إرسال أحد المدارس إلى أولياء الأمور والطلبة قصة تثير الشذوذ والمثلية والجنسية. اليوم يعني هل هذه مناهج صحيحة معالي الرئيس؟ هل يعني يقبلون وزارة التربية بهذه المناهج؟ هذا لا يمكن السكوت عنه أبدا. بيان وزارة التربية والتعليم مستنكر من الأساس، يعني بأشد العبارات، كيف بوزارة التربية والتعليم تخرج ببيان هزيل كأنه مو صاير شيء، هزيل جدا وكعادتها في سياستها في اللف والدوران وخداع الشارع بأن ما حصل خطأ ووقعنا المدرسة على تعهد بأن لا ترسل مرة ثانية. يلا خذ يا جماعة، يرضيكم هاي الشيء؟ هذه الرسالة معالي الرئيس، هذه أشياء ترضونها على أبنائكم كلكم؟ كيف نقبل أن يكون مدرس يربي أجيال يرسل قصص في الشذوذ الجنسية لأبنائنا الطلبة؟ كيف نؤمن على أبنائنا في المدارس بعد اللي قاعد يصير من فوضى ذي؟ عموما هذه ليس الخطأ الأول ولا الأخير للأسف التي تقوم به الوزارة. هناك خطأ آخر وكان خطير جدا قبل شهرين تقريبا، وفي منهج التربية الأسرية لمدارس الثانوية تكلمنا هني في قبة البرلمان عن هذا الخطأ. وحين ثانيا وغير الأخطاء الكثيرة التي يتم التستر عليها من قبل وزارة التربية وتكتيم أفواه سواء كانوا موظفين أو أولياء أمور. ووزارة التربية هي بارعة جدا في ذلك. اليوم احنا نطالب وزارة التربية والتعليم، مو ان احنا نقول حقق يا وزارة التربية والتعليم، لا لا لا، اليوم لا نطالب بالتحقيق بوزارة التربية، بل نطالب مجلس الوزراء بإجراء تحقيق للوزارة نفسها على المهزلة اللي صايرة، لما يصل له من الأمر إلى أبنائنا وقيم مجتمعنا. اليوم قيم مجتمعنا وديننا الحنيف الإسلامي ما نقبل، ما يصير. هنا لازم نقف أمام الوزير وغيره من مسؤول أو أي وزير آخر ونقول له لا يمكن المجاملة على حساب البحرين. البحرين وطن غالي علينا كلنا، لا يمكن، هذه مستقبل وطن، وهؤلاء الأبناء ثروته ومستقبله. اليوم إذا كان هذه مخرجات التعليم معالي الرئيسة يعني تعمم وتلمح إلى الشذوذ فالله المستعان. وأنا أعتقد وأنا أقولها بكل صراحة بأن وزير التربية والتعليم غير قادر على إدارة ملف التعليم، ونطالب بوقفة جادة من قبل مجلس الوزراء، لأن لا يمكن السكوت والمجاملة في موضوع يمس مستقبل الوطن وثروته. شكرا معالي الرئيس.